عاوزين نعرف سريعا بقى ايه الوصفة اللي يقدر يمشي عليها كل السادة المشاهدين علشان ما يخسروش يعني، او ما يزيدوش، مش عاوزين نخسر دلوقتي، لا ما نزيدش، تمام، يعني الثبات اضعف الايمان. إيه علشان ما نزيدش؟ وفي على فكره برضو الناس نحيفه بيبقى عندها مشكله جامده جدا، فمفروض فتره يعني بيبقى عندهم صعوبه في رمضان ان هم يزيدوا كمان، فدي بيبقى مشكله. بس عشان ما نزيدش، نمره واحد نسيطر على الدقيق الابيض، مش هقول اكتر من كده. يعني مثلا العيش يبقى العيش البلدي، البلدي ده بتاع الدوله الحلو ده، هو ده. اخد العيش في السحور بس، وجبه الافطار يبقى عليها صنف واحد نشويات. في السحور قبل النوم ده في ناس بتقول لا بدري. لا، وجبه السحور بناخد فيها العيش البلدي بس، العيش بقى ماخدوش في وجبه الافطار. في الافطار هيبقى حاجه نشويه، سواء كان مكرونه، رز، الفريك. الكميه تبقى محدده، يعني هاخد مكرونه، ياخد رز، مش لازم كل الانواع تبقى مره واحده، حتى ولو كانت على السفره. تمام، زي ما اتفقنا ان احنا هنبتدي بالسوائل عشان نملى البطن والمعده تهدى، لان ما ننساش كمان ان الجهاز الهضمي كان بقاله كام ساعه ما بيشتغلش ومريح بقى، فما ينفعش فجاه يلاقي تيك كده في وشه حاجه حلوه. الحاجه الحلوه دي بالظبط زي انت نازل البحر ولقيت موجه جامده جدا خليتك بالظبط كده، الحاجه الحلوه بتعملها في جسمنا، فلازم ناخد بالنا. هناخد وجبه الافطار، نبتدي بالسوائل، نبتدي بالشوربه. السلطه مهمه جدا لانها غنيه بمضادات الاكسده اللي هتحمينا من اللي احنا هناكله. المقليات ما تبقاش كل يوم، لان المقليات انا بفقد القيمه الغذائيه جدا اللي بتاعت الاكل، يعني زي البطاطس المقليه انا بشيل كل الفيتامينات والمعادن في القشره وبقليها عشان اخد كل الزيوت المهدرجه اللي هي مضره واكلها، فتكون النتيجه الكبد الدهني. ناخد بالنا كمان من بعد كده، يا آلية يا نشويات. احنا عندنا 30 يوم يعني هنقعد نستعرض فيهم اللي احنا عايزينه، انما لو انا هاكل حاجه من اللي انا بشوفها في برامج التلفزيون لازم تبقى الكميه محدده. ممكن نقول مثلا ناخد فنجان شاي نملاه، ماشي، بتبقى حاجه كده معقوله. زي ما اتفقنا الحلويات مش كل يوم، مفروض ان النشويات بتبقى قد الكف. تمام، العيش بيبقى قد الكف، كل واحد بايده بقى هو حر.